قال الله العظيم في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يصادف هذه الأيام ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، رابع أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، حيث صادفت وفاته في 25 من شهر محرم الحرام. عاش الإمام عليه السلام 55 سنة. السلام عليكم ورحمة الله. قضاها كلها في خدمة الدين وخدمة المسلمين وخدمة عقيدتهم. ولد الإمام زين العابدين في بيت هو من أشرف البيوت وأطهر البيوت، فوالده الإمام الشهيد الحسين ابن علي صلوات الله وسلامه عليه. أما والدته فيروى أنها ابنة يزد جرد الثالث آخر ملوك بني ساسان الفرس، حينما سقطت الدولة الفارسية 17 للهجرة بعد معركة القادسية، وانهارت الإمبراطورية الفارسية. تقول الروايات أنه جيء ببنات يزد جرد الثلاث إلى المدينة المنورة كسبايا في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وكان عمر ينوي أن يبيعهن في السوق كجواري، ولكن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أشار عليه أن لا يفعل ذلك بقوله إن بنات الملوك لا يبعن. هذه بنات الملوك، أبوهم ملك، ولا يجوز أن تباع ابنة الملك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أكرموا عزيز قوم ذل. لا يجوز أن تباع بنات الملوك، هي ليست سلعة. تزوج واحدة الإمام الحسين سلام الله عليه، وتزوج الأخرى ابن الخليفة عمر، وأظنه ربما عبد الله، والثالثة تزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر، فولدت شاهزنان ولدت الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان أشبه الناس بجده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في خلقه وفي تقواه وفي ورعه وفي انقطاعه إلى الله عز وجل، حتى استحق هذا اللقب وهو زين العابدين. يعني لم تأتي التسمية اعتباطا أن يسمى الإمام زين العابدين بهذه التسمية، فهو بالفعل كان زينا للعابدين. وكان الإمام سلام الله عليه يمثل الإسلام في سلوكه كما يمثله في علمه، فكان يتصرف منطلقا من روح إسلامية عالية. ولذلك نجده
يطبق تعاليم القرآن بحذافيرها، ولا يكتفي بتلاوة القرآن كما يفعل كثير من المسلمين، حيث يكون هناك بون شاسع بين ما يقولون وبين ما يفعلون. كثير من المسلمين يقرؤون القرآن ولكنهم لا يطبقونه في حياتهم العملية. أما الإمام سلام الله عليه فكان يطبق القرآن كجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سئلت إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة الرسول، سئلت قالوا لها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت أعطت جوابا رائعا، قالت كان خلقه القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أردنا أن نعرف حياته وسيرته نقرأ القرآن، فالنبي يطبق آيات القرآن بحذافيرها ولا يكتفي بتلاوتها. هكذا كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه. ولذلك تقول الروايات أن الإمام عليه السلام ضرب المثل الأعلى في الأخلاق حتى مع أعدائه، حتى مع من كان يذمر له الحقد والكراهية. حينما انتفض أهل المدينة المنورة في الواقعة التي سميت فيما بعد بواقعة الحرة، هذه الواقعة وقعت في السنة التالية بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. يزيد حكم 3 سنوات، في السنة الأولى قتل الإمام الحسين عليه السلام، في الثانية هاجم المدينة المنورة وقتل فيها المئات ولربما الآلاف، في السنة الثالثة هاجم الكعبة المقدسة ورماها بالمنجنيق حتى احترقت. في السنة التي هاجم فيها المدينة المنورة سبب هجومه على المدينة أن أهل المدينة انتفضوا عليه، فأرسل إليهم مسرف بن عقبة وقمع ثورتهم وأخمدها. لما ثار أهل المدينة على يزيد كان مروان بن الحكم هو الوالي على المدينة، فخاف هرب من الناس، هرب من قبضة الجماهير وخاف على أسرته من غضبة الجماهير، فجاء إلى الإمام زين العابدين عليه السلام يلوذ إليه، قال يا ابن رسول الله أنا ألوذ إليك، استرني، قدم لي المأوى لأسرتي. فالإمام سلام الله عليه أمره أن ينقل أسرته نساءه إلى جانب نساء الإمام عليه السلام، ووعده أن لا يصيب أسرته أي سوء، فهو يحميهم كما يحمي أسرته. مع العلم أن من يقرأ سيرة هذا الرجل مروان يجده مشحونا ضد أهل البيت عليهم السلام، مشحونا ضد الإمام الحسين، هو الذي كان يحرض والي المدينة الوليد بن عتبة على قتل الإمام الحسين عليه السلام. مع ذلك الإمام زين العابدين لم يعامله كما يستحق مروان، وإنما عامله كما تقتضي أخلاق الإسلام، ادفع بالتي هي أحسن، فكأن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك ما كان الإمام عليه السلام يرد على السيئة بسيئة مثلها، بل كان يرد السيئة بالحسن. يشتمه رجل ويصفه بأقذع الأوصاف
المنحطة التي تليق بالشاتم ولا تليق بالمشتوم، لا تليق بالإمام زين العابدين. ولكن الإمام عليه السلام بعد أن سمع سلسلة السباب والشتائم من هذا الرجل الموتور قال له إن كنت صادقا فيما تقول بحقي من الأوصاف، إن كنت صادقا غفر الله لي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. بهذا الأسلوب الرائع الراقي كان الإمام سلام الله عليه يتعامل مع الآخرين، لا ينطلق من منطلق الحقد والكراهية أبدا، وإنما يزرع حتى عند أعدائه، يزرع عندهم التسامح ويقتلع من قلوبهم جذور الكراهية من خلال ما يضفي على الناس من خلق رائع، من خلق النبيل، لا ينزل إلى مستوى الدناءة البشرية بل يرتفع إلى مستوى الملائكة في أخلاقه وفي سلوكه. ينصح المسلمين أن يحفظوا الذمار والعهد، أن لا يخونوا الأمانة. يقول عليه السلام: لو أن قاتل والدي الحسين استودعني السيف الذي قتل به والدي لأعدته إليه. يعلمنا قدسية الأمانة، أنه حتى مع عدوك، حتى مع قاتل بيك، لازم تكون أمين، ما تخون الأمانة. لا تجعل موقفك الشخصي يحول بينك وبين تطبيق الحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهكذا يعلمنا الإمام سلام الله عليه الخلق الرائع، وأن لا نرد السيئة بالسيئة بل نرد السيئة بالحسنة، وهو المثال. ولذلك حينما كانت جارية له تصب الماء على يديه فوقع الإناء منها الإبريق وتناثرت المياه على وجه الإمام، نظر إليها الإمام سلام الله عليه فقرأت الآية، قالت: والكاظمين الغيظ. قال لها: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: لقد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.